وظهر له الرب عند بلوطات نمرة وهو جالس في باب الخيمة وقت حر النهار، فرفع عينيه ونظر وإذ ثلاثة رجال واقفون لديه، فلما نظر ركض لاستقبالهم من باب الخيمة وسجد إلى الأرض وقال: يا سيد، إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فلا تتجاوز عبدك، ليؤخذ قليل ماء واغسلوا أرجلكم واتكئوا تحت الشجرة، فأخذ كسرة خبز فتسندون قلوبكم ثم تكتزون، لأنكم قد مررتم على عبدكم. فقالوا: هكذا تفعل كما تكلمت. وده الموقف اللي كان بقى الرابع اللي قال عنه: أبوكم إبراهيم رأى يومي فتهلل وإيه وفرح. أن ربنا لما شافه بيتمسك بالعهد وبينفذ العهد عن حب وعن طاعة، ما كانش قدامه غير أن يجي عنده ينزله ومن يحبني يحفظ وصاياي، ومن يحفظ وصاياي إليه نأتي أنا وأبي وعنده نصنع منزلا أيقعد معاه. فأنا واقف على الباب وأقرع: إن سمع أحد صوتي وفتح أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. لأن إبراهيم سمع صوت قرع الله على الباب وفتح، كان لابد إن ربنا يخش، كان لابد إن ربنا يجيله. فلما لقاه متمسك بالعهد، هذا الحب العجيب والكبير اللي كان في قلب ابراهيم ناحية الله كان لازم يجي ضيف عند ابراهيم، كان لازم يزوره، كان لازم يزوره. عشان كده يقول المسيح: ابوكم ابراهيم رأى يومي فتهلل وفرح. وده الموقف اللي بيقول عنه بولس الرسول: لا تنسوا اضافة الغرباء، لان بها اضاف ناس ملائكة وهم ايه لا يدرون او لا يعلمون. كأن الله بيجي كضيف لكل واحد ويقدم له فرصة: ممكن تضيفني عندك النهاردة؟ بس للأسف ما بنعرفوش، او من كتر همومنا واحزاننا ومشاغلنا ما بنستغلش الفرصة ونضيف ربنا. ربنا بيتقدم للإنسان كضيف: ممكن أجي عندك النهاردة أخش بيتك؟ ظهر له الرب يهوى إله العهد عند بلوطات نمرة وهو جالس في باب الخيمة وقت حر النهار. حر النهار اللي هو الظهر. ممكن تشوفوا الخيمة العربية كان نظامها بيبقى الخيمة من جوه وليها تندة من بره كده يقعدوا تحتيها زي قط الصالون يعني، بس ملهاش جوانب لكن ليها ضليلة من فوق. وده اللي كان قاعد عندها ابراهيم في وقت حر النهار. تشوفوا التعبير العجيب، بيقول: فرفع عينيه ونظر. رفع يعني حاجة ايه اعلى منه، كأن في رؤية سماوية نزلاله لحد عنده. ونظر وإذ ثلاثة رجال واقفون لديه، واقفين قدامه. فجأة لقى ثلاثة واقفين قدامه. وإن طبيعته الحب المفتوح ناحية أي حد، فلما نظر ركض. ركض يعني جري بسرعة ليهم. في أيوة. فجري ناحية التلات رجال دول وركض، بمعنى جري يعني استغل الفرصة. محدش انه يضيع وقت ان التلاتة دول ممكن يعدوا عليه وايه ويمشي، لكن جري ناحيتهم.
وهي ما قلنا مرات كتيرة ان الحياة الروحية عبارة عن فرص بتقدم للانسان، لو فاتت وعدت من الانسان ما بترجعش تاني. لكن كان استعداد ابراهيم الحلو انه قلبه مفتوح ناحية اي حد ممكن يقبله، عايز يقبله. فلما نظر رقد لاستقبالهم من باب الخيمة وسجد الى الارض. لما كان بيقابل اي حد، حتى لما كان بيقابل فرعون او بيقابل دول، ما قالش ان هو سجد للايه؟ للارض. بعدين شايف ثلاثة قدامه لكن بيتكلم بصيغة المفرد، وقال يا سيد. سيد ايه؟ واحد. ما قالهمش يا اسياد. كأنه حس ان هذا الواحد مختلف جدا. وفعلا ده كان ظهور الله لي ومعاه ملكين. هنقدر نلمح الحتة دهيت من في اخر الاصحاح لما بيقول ان الملكين راحوا لسدوم وعمورة بينما كان ابراهيم لم يزل واقفا ايه امام الله. وكان ظهور في شكل الثلاثة يقرب لنا معنى الثالوث او فكر الثالوث، هيئة ثلاثة رجال اعلان فكر التجسد، ان الاله لما يحب الانسان وعايز يزور الانسان يأخذ جسد وينزل الى الانسان. وهو ده معنى التجسد، ان الله من حبه للانسان خد الجسد ونزل عشان يقعد مع الانسان. ان كنت قد وجدت نعمة في عينيك. بالطباع يقول لو انت راضي عني فلا تتجاوز عبدك، فلا تتجاوز عبدك. لو انت راضي عني وانا لاقي قبول عندك ما تعديش من عليا كده، ما تعديش من عليا كده. لازم تخش، لازم تدخل لبيتي، لازم تدخل لحياتي. ممكن واحد يقول لربنا في الخلوة الكلمة ده هي كنت فعلا يا رب بتحبني ما تتجاوز عبدك، ما تعديش من عليا كده وتقدر من غير ما اشوفك ومن غير ما تقعد معايا ومن غير ما يكون ليا لقاء معاك. اسمح لي اصنع ليك ضيافة. طب انت يا ابراهيم تقدر تضيف الله عندك؟ وكأنه يقول له مع دويت تعهدات ثانية يا رب ايه باركها، خليني احققها، ساعدني ان انا اعمل لك ضيافة في حياتي، ان انا اضيفك، اريحك، افرقك. ليؤخذ قليل ماء اغسلوا ارجلكم. وعلى حسب العادة والحد دلوقتي كان يغسلوا رجلين الواحد اللي جاي من سفر او من مشوار طويل. موضوع غسيل الارجل ده موضوع كبير قوي، لكن تقدروا تفهموا من المسيح اللي عمله مع التلاميذ في غسيل الارجل ان غسل الارجل ده هو سر الايه؟ المغفرة. عشان تقدر تتمتع بوجود الله وضيافة الله لازم يبقى عندك استعداد انك تغسل رجلين. تغسل رجلين الناس يعني ايه؟ تسامح الناس، تغفر لهم، لانه ان لم تغفروا لا يغفر ايه لكم. لازم يبقى عندك غفران لكل الناس. اتكئوا تحت الشجرة فأخذ كسرة خبز فتسندون قلوبكم. كان حاسس ان كل اللي هيقدموا ليهم عبارة عن ايه؟ كسرة خبز. فتسندون قلوبكم. مين اللي عايز يريح قلب ربنا ويسند قلب ربنا؟ بقى معقول انا، معقول انا يا انسان عندي المقدرة ان اريح قلب ربنا واسند قلب ربنا؟
بشوفه في مزمور 69 اللي بيتكلم عن آلام المسيح، يقول له خلصني الله من المياه دخلت إلى نفسي وفي عطشي سقوني خلا، وكل النبوات دي ليه الآية لطيفة قوي. انتظرت رقة من المعزين فلم أجد. يعني الله بينتظر حد يعزيه، حد يقدم له رقة، حد يسند قلبه، حد يفرح قلبه، مش لاقي. لكن إبراهيم أدرك الفرصة دهية وتمسك بيها وعايز يريح ربنا. مين اللي بيريح ربنا في حياته دلوقتي؟ احنا كل اللي عايزينه ان ربنا يريحنا، لكن محدش بيحاول يريح ربنا، محدش بيحاول يفرح قلب ربنا. بتشوفوا ان ابراهيم عمل كل العمل ده وما كانش ليه طلبات، كانش عايز حاجة. ثم تجتازون وتمشوا بعد كده، لانكم قد مررتم على عبدكم، عدتم علي. فقالوا بصيغة الجمع، برغم انه كان بيتكلم بصيغة الايه المفرد، يا سيد هكذا تفعل كما تكلمت. كأن ربنا بيديله المقدرة انه ينفذ تعهدات ايه فمه. ضفني، افعل كما تكلمت، خد قوة انك تعمل اللي نفسك فيه واللي انت عايز تحققه ليا. لا بس هو الرؤية ايه عجيبة قدامه. سجد لانه حاسس ان الطلعة بتاعتهم حاجة مختلفة عن الناس. هو لحد دلوقتي مش فاهم، لكن هتتضح له الرؤية في الاخر الكلام. فاسرع ابراهيم الى الخيمة، وخدوا بالكم الافعال بقى اللي هيقولها كلها بتغنينا عن عامل السرعة، انه انسان مش متباطئ متلكئ. فاسرع ابراهيم الى الخيمة الى سارة وقال اسرعي بثلاث كيلات دقيق. سميزا، سميزا يعني دقيق فاخر، افخر انواع الدقيق. واعجني واصنعي خبز ملة، اللي هو الخبز اللي معمول على حجر بيسخنوه قوي عشان يستوي، نوع من الخبز الحلو يعني. ثم ركض ابراهيم، جري بردك، الى البقر واخذ عجلا رخصا، رخصا يعني سمين طيب وجيدا، واعطاه للغلام فاسرع ليعمله. ثم اخذ ذبا ولبدا والعجل الذي عمله ووضعها قدامهم، واذ كان هو واقفا لديهم تحت الشجرة اكلوا. وقف قدامهم يخدمهم، ما قالش لحد من العبيد تعالوا اخدموهم واتقعد هو معهم، لا وقف قدامهم كخادم. شوفوا العطية، افخر انواع الدقيق وثلاث كلاب دقيق، ده تأكل حاجة كبيرة يعني كمية كبيرة، وعجل رخص جيد احسن ما عنده، وجاب الزبد واللبن وكل الحاجات دي حطها قدامهم. كل ده وكان في ذهنه انه هيقدم كسرة ايه مهما عمل، لكن في نظره ان كل اللي بيعمله ده حاجة قليلة تجاه هؤلاء الاشخاص. هو منجذب ليهم، لكن كعادة ربنا ان ربنا ما يسمحش ابدا ان حد يداينه، او ان ربنا يكون مديون لحد. اللي يقدم لربنا حاجة ربنا يديله بدلها اكتر واكتر. مفيش حد يخدم ربنا الا وربنا يخدمه، مفيش حد يريح ربنا الا وربنا يريحه، مفيش حد يفرح ربنا الا وربنا لازم ايه يفرحه. فابتدوا يتكلموا معاه عن موضوع سارة، لكن هو يمكن الحاجة اللي اتلخبط شوية تقول طب هما ازاي اكلوا؟ هو ربنا بياكل ازاي؟ الملائكة اللي معاه دول اكلوا؟ السيد المسيح بعد اليوم اكل. خدوا بالكم في موضوع الاكل ده، في مثل حلو قوي تفهموه.
المية لو اتكبت على التربة والارض، الارض تعمل ايه في المية؟ تشربها. ليه؟ لانها محتاجاها. لكن الشمس لو طلعت على المية تعمل فيها ايه؟ تبخرها، لان عندها القوة انها تبخرها. المية في كلتا الحالتين اختفت، لكن الارض اختفت فيها المية لانها محتاجة للمية، بينما الشمس اخفت المية مش لانها محتاجة للمية، لان ليها قدرة انها تزيل المياه، تبخر المياه، لها قوة. ده اللي بيحصل بالظبط لما بيتكلم عن اكل الله او اكل الملائكة. مش اكلوا نتيجة احتياج، لكن اكلوا نتيجة ايه؟ قدرة. وقالوا له اين صار امرأتك؟ هم الثلاثة مع بعض. لو كان عشان كده بتقدروا تحسوا ان الموقف ده الناس احتارت فيه جدا. لو كان الله او ده بس اعلان التجسد في شخص المسيح وكان معاه ملكين، كان المسيح هو اللي هيتكلم والملائكة سكتوا. لكن لو كان الثالوث، فالثالوث هو بيتكلم مع ايه؟ مع بعضين. او قد يكون استخدم التعبير ان لما واحد يتكلم نيابة عن الكل. وقالوا له اين صار امرأتك؟ احنا ما نطلعش مديونين، انت ما طلبتش حاجة، لكن احنا اللي هنديك. فقال ها هي في الخيمة. فقال اني ارجع، رجع بصيغة الايه؟ المفرد. اني ارجع اليك نحو زمان الحياة. زمان الحياة يعني بعد سنة. تلاحظوا الملاحظة العجيبة ان الزيارة دي كانت في نفس الوقت اللي هو تمم فيه العهد بالايه؟ بالختان. لان لما خد عهد الختان قال له بعد سنة يكون عندك ابن. نحو زمان الحياة ويكون لسارة امرأتك ابن. وكانت سارة سامعة في باب الخيمة وهي وراءه. اللطيف في سارة قبل ما نخش في النقطة دي، ان سارة كانت متعاملة جدا مع ابراهيم ومتفاهمة. ده راح قال لها عجني ثلاث كيلات دقيق وخبزي واشتغلي وسوي هيك. قالت له يعني هم ناقصاك كمان، جايب لي ناس من بره اكلهم لك. كان ممكن قالت كده يعني. لكن شوفوا مدى التفاهم اللي كان بينهم قد ايه. وكان ابراهيم وسارة شيخين متقدمين في الايام، وبعد انقطع ان يكون لسارة عادة كالنساء. فضحكت سارة في بطنها قائلة أبعد فنائي يكون لي تناعم وسيدي قد شاخ. وكأن سارة عايشة لكن حاسة ان هي في ايه؟ في فناء. وحاسة ان ولادة الابن ده تناعم محدش يقدر عليه. وسيدي قد شاخ، كان بتبعه ابراهيم سيدي. لكن حتى لو كان الانسان يوصل لمرحلة الفناء، لمرحلة الموت، ونفسه في التناعم، ربنا هيديله التناعم. كل ده عشان تقدروا تفهموا بعد كده لما يجي يتولد المسيح ويسمي نفسه ابن الانسان. يسمي نفسه ايه؟ ابن الانسان. كأنه اتولد لكل انسان فينا عشان يشيل الفناء وعشان يدينا التناعم. عشان كده تبص تلاقوا في ولادة المسيح يعلن الملائكة ولد لكم اليوم، ان هذا الميلاد يختص بكم. واشعياء النبي يقول يولد لنا ولد ونعطى ابنا. هذا الميلاد يختص بنا، ينقذنا من الفناء ويعطينا تناعم. فقال الرب لابراهيم لماذا ضحكت سارة قائلة أفبالحقيقة ألد أنا وقد شخت؟ شوفوا هنا قال الرب، ابتدت الرؤية ايه؟ تتضح بقى. قال يهوى
سارة كانت مستخبية جوه لكن كانت مكشوفة قدام ربنا. فسارة لما لقيت كده اتخضت. هل يستحيل على الرب شيء؟ في الميعاد ارجع اليك نحو زمان الحياة ويكون لسارة ابن. فانكرت سارة قائلة لم اضحك لانها خافت. فقال لا بل ضحكت. هي ترعبت. ازاي عرف ان هي ضحكت؟ لانها ضحكت في سرها. فحسوا في اللحظة دي ان اللي قدامهم ده يهوى. خافت جدا. ربنا قال لا ضحكت ما تنكريش. ممكن تخدعي نفسك ممكن تخدعي اي حد لكن الا الله. القلب اخدع من كل شيء وهو نجيس من يعرفه. انا هو الرب فحص القلوب والايه كلا. لكن الحتة اللطيفة دي يقولها في رسالة للعبرانيين ان سارة اخذت قدرة على انشاء نسل في عبرانيين 11. ان ربنا اداها القدرة لما سألها هل يستحيل على الرب شيء. هذا الايمان في حاجة مستحيلة عند ربنا؟ لما الانسان باستمرار يبص لكل وعود الله ولكل كلام الله ما تحسش ان في حاجة مستحيلة. مستحيلة عليك لكن هل يستحيل على الرب شيء؟ طب منين يكون عندي هذا الايمان؟ اجيبه منين الايمان ده؟ هو ان انا احس فعلا بعمل الله القوي في حياتي. يتكلم بولس الرسول في اصحاح الايمان عن رئيس الايمان ومكمله يسوع. رئيس الايمان ارشي. ارشي يعني اصل. اول الايمان ومكمله يسوع. عايز تاخد ايمان مش هتقدر تاخده الا من المسيح. الايمان عطية من المسيح للانسان. هل يستحيل على الرب شيء؟ فيأكد لها في نحو مثل هذا الزمان. حتى بالرغم من ضعف ايمان الانسان لكن ربنا لما يقول حاجة حتى. ثم قام الرجال من هناك وتطلعوا نحو سدوم وكان ابراهيم ماشيا معهم ليشيعهم. فضل ربنا ماشي معه. فضل ابراهيم ماشي مع ثلاثة رجال عشان يفرقوه. ابراهيم مش بس كان غني في زي ما شفنا في النواشي والفضة والذهب. النواشي رمز للامور الجسدية والفضة باستمرار في الكتاب المقدس ترمز الى كلمة الله. هي كلمة الرب كايه؟ كفضة محماة مبربة في الارض قد صفيت سبعة اضعاف. والذهب يرمز الى الامور السماوية زي ما اتكلمنا في اول اصحاح. فكان ابراهيم غني في الامور المادية وفي الامور كتاب الله او كلام الله ووعود الله. وكان غني في الامور السماوية. كان ايضا عنده نوع من الغنى ما كانش متوفر عن حد. كان غني في علاقته بربنا. كان غني في علاقته بربنا. كان وصل الى مرحلة خليلي. خليلي يعني ايه؟ صديقي. فقال الرب هل اخفي عن ابراهيم ما انا فاعله؟ ابراهيم حبيبي ده صاحبي. مش ممكن ما اقوليش على اللي انا هعمله. وابراهيم يكون امة كبيرة وقوية ويتبارك لديه ويتبارك به جميع امم الارض. هيكون بركة لكل امم الارض. لا مش ممكن اخفي عنه. زي ما بتقول الاية سر الرب لايه؟ خائفين. لاني عرفته لكي يوصي بنيه وبيته من بعده ان يحفظوا طريق الرب. وهو هيبقى امة عظيمة فلازم اقول له الامور اللي هتحصل عشان يوصي بنيه ان هم يفضلوا حافظين وصيتي وكلمتي. ليعملوا برا وعدلا لكي يأتي الرب لابراهيم بما تكلم به. صحصحوا للآية دي حتى تحتيها 1000 خط عشان ربنا يتمم
الكلام اللي قاله لابراهيم وينفذ الوعود اللي وعد بيها لابراهيم ونسله، لازم ولاد ابراهيم يصنعوا برا وعدلا ويسلكوا في وصاياه. بنسأل على موضوع ارادة ربنا في حياتنا، اعرف ازاي ارادة ربنا، وبعدين في وعود في الكتاب المقدس اخدها ازاي الوعود دي وبقعد اتمسك فيها وبطلبها. مش هتقدر تاخدها الا اذا كانت حياتك على مستوى البر والعدل والقداسة، الا اذا كانت حياتك على مستوى التوبة. ربنا ما بينفس كده اعتباطا، عشان كده كانت الآية دي من الخطورة، يصنعه ليعمل برا وعدلا لكي يأتي الرب لإبراهيم بما تكلم به، ينفذ كل الوعود. لازم تبقى حياتي على مستوى الله إذا كنت عايز الله يتمم وعودي. تلاحظوا أن في التجربة على الجبل كان الشيطان يجيب للمسيح وعد والمسيح يرد بإيه؟ بوصية مكتوب، يرسل ملائكته ليحفظوك مكتوب، ما يقول وعود. لكن المسيح كان بيرد بالبر وبالعدل، لا ده الانسان يعمل مش ان ربنا اللي يعمل. وقال الرب ان فراخ سدوم وعمورة قد كثر وخطيتهم قد عظمت جدا. كأن حالة الخطية هي حالة ايه؟ صراخ زعيم. والخطية اللي عايشة ومنتشرة في سدوم عبارة عن صراخ وألم بيسمع في ربنا. عارفين اذا كان سيد المسيح قال على نفسه ان هو الرأس واحنا الاعضاء او الجسد، لما الواحد مثلا يبقى في طرف رجله في صباعه كبير خراج، مش بس الخراج اللي في رجله هو اللي بيوجعه، لكن تبص تلاقيه بيحس بايه؟ بصداع. الوجع اللي في الرجل يسمع فين؟ في الراس. كل خطيه الانسان بيعملها بتسمع في الراس، تسمع عند ربنا. فقال فراخهم كثر وخطيتهم عظمت الى جدا. انزل وارى. كلمه انزل هنا تفيد تجسد. حل المشكلة بقى وأرى هل فعلوا بالتمام حسب صراخها الآتي إلي وإلا فأعلم. وربنا عارف، لكن ربنا يقول أنزل أتأكد بإيه؟ بنفسي، عشان ما ظلمش حد، عشان ما حدش يقول إن أنت ظلمتني. طول أمات الله واحتماله انه ينزل يشوف حال البشرية. وانصرف الرجال من هناك وذهبوا نحو سدوم، واما ابراهيم فكان لم يزل قائما امام الرب، واقف قدام ربنا. ودخل ابراهيم قدام ربنا او قدام اله العهد يهوى في صلاة، أو في صلاة شفاعية جميلة جدا. صوت صراخ الخطية ده مفيش حاجة تقدر تسكته إلا حاجة واحدة. إيه اللي يقدر يسكت صوت صراخ الخطية؟ دم المسيح. اللي قال عنه في العبرانيين يتكلم أفضل من دم هابيل. هو الحاجة الوحيدة اللي تقدر تسكت الصراخ ده. عشان كده نزل. نزل يسكت الصراخ ده بطريقة عجيبة. يقول أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها، مسحوق لأجل معاصينا، مجروح لأجل خطايانا، تأديب سلامه سلامنا عليه وبجراحاته شفينا. كان واقف قدام ربنا. وهنا نفهم أول حاجة في الصلاة إن هي قيام أمام الله، إن الصلاة مش مجرد كلمات الواحد بيرددها وبيقولها، لكن افهم الصلاة في حقيقتها انك واقف قدام ربنا. الصلاة دي صراع مع الله. وبقدر ما تكون قلوبنا مثقلة باحتياجات
بقدر بنصارع مع الله اكتر. لكن واحد مش الموضوع مش همه وبيقف بفطور يكلم ربنا كلمتين وخلاص. فتقدم ابراهيم وقال: افتهلك البار مع الاثيم؟ عسى ان يكون 50 بارا في المدينة، افتهلك المكان ولا تصفح عنه من اجل 50 بارا الذين فيه؟ حاشا لك ان تفعل مثل هذا الامر، ان تميت البار مع الاثيم فيكون البار كالاثيم، حاشا لك. اديان كل الارض لا يصنع عدلا؟ خبر ابيض. منين جبت الجراءة دي كلها؟ منين جبت الجراءة دي كلها يا ابراهيم انك تكلم ربنا بكل هذه الجسارة؟ ما كانش يقدر يقولها الا اذا كان حاسس بنوع من الحب ونوع من الصداقة والعلاقة القوية بينه وبين الله. فقال الرب: ان وجدت في سدوم 50 بارا في المدينة فاني اصفح عن المكان كله من اجلهم. فاجاب ابراهيم وقال: اني قد شرعت اكلم المولى وانا تراب ورماد، ربما نقص 50 بارا 5، اتهلك كل المدينة بالخمسة؟ فقال: لا اهلك ان وجدت هناك 45. فعاد يكلمه ايضا وقال: عسى ان يوجد هناك 40. فقال: لا افعل من اجل 40. فقال: لا يسخط المولى فتكلم، عسى ان يوجد هناك 30. فقال: لا افعل ان وجدت هناك 30. فقال: اني قد شرعت اكلم المولى، عسى ان يوجد هناك 20. فقال: لا اهلك من اجل 20. فقال: لا يسخط المولى فتكلم هذه المرة فقط، عسى ان يوجد هناك 10. فقال: لا اهلك من اجل 10. وذهب الرب عندما فرغ من الكلام مع ابراهيم، ورجع ابراهيم الى مكانه. الصلاة اللي صلاها دي كانت صلاة عجيبة جدا، كان صلاة شفاعية من اجل خلاص الناس اللي هيهلكوا دول، كانت رمز لشفاعة المسيح. لكن شفاعة ابراهيم كانت شفاعة توسلية، بينما شفاعة المسيح شفاعة ايه؟ كفارية. ما بيشفعش بالكلام، لكن المسيح بيشفع بالدم. صحيح كانت شفاعة ابراهيم مقبولة لكن ما قدرتش تخلص، لكن شفاعة المسيح قادرة، فمن ثم يقدر ان يخلص الى التمام. لكن كان قلبه مفتوح للاخرين ويصلي من اجل التنين. لو بصنا لمميزات الصلاة اللي هو بيصليها دي، كانت عبارة عن صلاة انفرادية، كان مفيش حد غيره، هو ومين؟ ربنا فقط. وكانت صلاة طويلة قاعد يتكلم فيها كتير مع ربنا. لو عايز تخش فعلا في استفادة لازم يبقى لك الصلاة الانفرادية. بنشتكي ان احنا ما بنتغيرش لان احنا ما بنسمعش الكلام، بنقول كل واحد يبقى في الخلوة لوحده، محدش بيسمع الكلام، محدش بيصدق. نفضل نتكلم مع بعض، نعمل لك ايه؟ لا يمكن هتتغير، لا يمكن هتاخد قوة، لانك عشان تاخد قوة لازم يبقى في انفراد بينك وبين الله، ولازم تبقى صلاة طويلة مش كلمتين بتقولهم وتخلص. عملت اللي عليك. كانت صلاة مليانة غيرة على الخلاص. الناس دي هتضيع يا رب، مش ممكن تسيبها تضيع. ومليانة غيرة ايضا على مجد الله، مش ممكن ان انت تهلك البار مع الاثيم. اديان الارض كلها لا يصنع عدلا، ذنبهم ايه الناس دي اللي عايشة كويسة؟ يمكن عددهم قليل لكن ما تضيعش الكل. وكان ابراهيم عارف كويس حدوده وامكانياته. انا معرفش حاجة، لعله يوجد في المدينة 50، انت اللي تعرف.
لعله يوجد في المدينة 20. انت اللي تعرف، انا ما اعرفش. عشان كده كان يتكلم باتضاع شديد جدا مع ربنا. شرعت ان اكلم المولى وانا عارف نفسي اني تراب ورماد. صحيح انت اديتني هذا الامتياز اني اتكلم معاك ونخش معاك في صداقة، لكن انا عارف مركزي كويس، تراب ورماد. كانت صلاة مليانة لجاجة، لجاجة مع ربنا وصراع مع الله. كان حاسس بالناس اللي حواليه زي أرمية لما بيقول التعبير اللطيف: ليت رأسي ينبوع دماء فأبكي ليلا ونهارا قتلى بنت شعبي. وزي بولس الرسول يقول: إن لي حزنا ووجعا في قلبي من أجل أنسبائي وإخواتي في الجسد اللي مش عارفين ربنا. كان في حلوة مع ربنا، بيتمشى معاه ووقف معاه كل الوقت الطويل ده، ودخل في صراع. واللطيفة اللطيف ان ربنا كان عنده طول بال جدا مع مين؟ مع ابراهيم. 50 نزل 45، بعدين لقى نفسه مش معقول همشي بالخمسات، يعني استكترها شوية. طب ننزل بالايه؟ بالعشرات. عايز يوفر جهد مع ربنا، مع ان لو كان نزل 5 ضربك ربنا كان هيكمل معاه. فرق كبير جدا بين التفاهم اللي كان بينه وبين ربنا. كان في بينه وبين ربنا تفاهم. العجيبة ان ربنا بيقبل انه يتفاهم ويتحدث مع الانسان، بينما اي واحد لو خد بس حتة مركز كده في الكنيسة ولا في المجتمع ما بيقبلش انه يتفاهم مع حد. اللي يقوله لازم ايه؟ يمشي. في فرق كبير بين التفاهم والتفهيم. التفاهم يعني احنا الاثنين ايه؟ نتكلم ونسمع الرأي الاخر ونتناقش، انما التفهيم هو كده وهتفهم غصب عنك كده، مفيش غير كده. اذا كان الله عنده قدرة على التفاهم، يبقى الانسان ان كان مركزه ايا كان ما بيبقاش عنده قدرة على هذا التفاهم. عايز تملي يدخل اللي في مخه في مخ اللي ايه؟ اللي قدامه غصبا عنه. لكن للأسف لما كف إبراهيم عن الطلبة وقال آخر مرة حطلب منك، وقف عند 10، اكتفى ربنا وامتنع عن العطاء. كان كل طلبة إبراهيم بيطلبها ربنا يديها له: 50 خد، 45 خد، 20 خد، 30 خد. لكن لحد ما جه قال بقى خلاص دي يا رب آخر مرة، وهو اللي حدد إبراهيم 10، مفيش، اداله حتى 10 وقف عند كده. لكن يا ترى لو كان استمر ابراهيم في علاجته لواحد، لو وصلها لواحد كان هيلاقي لوط. فعلا ده اللي عمله، ان ربنا نجى مين؟ لوط. لكن للاسف الانسان يئس او اتكسف انه يطلب اكتر من اللازم، فوقف عن الطلب، ربنا وقف عن العطاء. لكن لو كان عنده الرجاء والحماسة واللجاجة انه يستمر انه يوصل لواحد، كان ممكن انقذ سبين وعمورة. لكن لانه وقف عند 10 خلص. انت اللي حددت مرة واحدة فقط اطلب منك لو في 10. لكن لو عنده الانسان امل انه يطلب، ربنا يتفاعل مع هذا الانسان بذلك الامل. وعلى قد ما الانسان عنده رجاء ويتسع، على قد ما ربنا بيتسع ايه معاه. بيوقف الانسان يوقف ربنا. عشان كده كل ما يكون الانسان عنده امل ورجاء، ممكن تصلي من اجل حتى الناس اللي ما فيش منهم امل، او يعني كل الامور تدل ان ما فيش فايدة من موضوعهم. ابراهيم عمل كده، صلى من اجل ناس ما فيهمش ايه امل، لكن صلى، لكن صلى. بنسمع مثلا عن واحد ساب الايمان وكان في وسطينا وانكر المسيح، خلاص بقى ابن الهلاك للهلاك ايه يوضع. لكن هل في واحد يفضل يصلي من اجله؟
لعل ربنا يفتكره ويجيبه. هل ممكن نصلي من اجل موضوع حتى لو كان الموضوع ده مفيش امل منه، لكن من اجل غيرتنا على خلاص النفوس نقدر نلاقي هذا الامل؟ للاسف ملقاش، فكان الحكم على سدوم وعمورة بالإبادة. لكن وقف إبراهيم يشفع من أجل لوط زي ما هنشوف، يقول وذكر الله لوط من أجل إبراهيم، والتاني مرة يخلص إبراهيم لوط، مرة خلصه بالحرب ومرة خلصه بالإيه؟ بالصلاة بالشفاعة. لكن حرق سدوم وعمورة ده يوقفنا عند سؤال نفكر فيه كده، امتى ربنا ينهي العالم؟ امتى ربنا ينهي العالم؟ لما ما يبقاش فيه واحد يتوب. لكن طول ما فيه واحد بيتوب، الله مأجل الدينونة لحد ما هذا الانسان يتوب. لكن تنهي العالم كله يا الله امتى؟ لما يبقاش في حد بيتوب. ما هو معدى في ذهن الله وربنا عارف امتى ما فيش حد حيتوب. ما هو معدى ربنا عارفه ومحدده، لانه عارف ان في الوقت ده ما حدش حيتوب. عشان كده لما اتكلم معانا وقال لنا انتم ملح الارض وانتم نور العالم، طول ما في ناس بتتوب وبتصلي وبتشفع طول ما العالم موجود. لكن لما يفسد الملح ولما يطفي النور، بس المهم مين اللي بيتوب؟ المهم ان في ناس بتتوب فعلا، مش شرط الرهبان، يعني مش كل اللي دخل الدير بيصلي. يا كلمة موجهة لكل انسان انه يفهم دوره في الحياة. اذا كان الملح ده بيحفظ من الفساد وبيحفظ العالم، واذا كان النور ده هو اللي بيدي استنارة للعالم ورؤية للعالم، فده اللي كلفنا بيه المسيح. لكن لو احنا فشلنا في المهمة دهيت وفي تأدية المهمة دهيت، خلاص العالم ما بيبقى ليش معنى.